بالطبع يعني حديث سيادة الرئيس في حقيقة الأمر يأتي من خلال استراتيجية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص مكافحة الإرهاب ورد على الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة وأخذ الحق، يعني حق كل شهيد دافع عن الدولة المصرية من رجال الشرطة والجيش الذين ضحوا بأرواحهم من أجل بقاء الدولة المصرية، من أجل أن تبقى مصر في حقيقة الأمر. وبالتالي على ما أعتقد أن مصر ماضية قدما في مكافحة الإرهاب الداعشي والإرهاب المتطرف، ومصر لديها الخبرة الحقيقية في مكافحة هذا الإرهاب، وبالتالي هناك استراتيجية تعمل عليها الدولة المصرية، هناك استراتيجية عسكرية لمكافحة الإرهاب، هناك استراتيجية علاقات في يعني علاقات تبنى على التفاهم مع الدول فيما يخص يعني ملف يعني ضبط الحدود وفيما يخص يعني الملفات المرتبطة بالجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة. أيضا هناك استراتيجية شاملة داخل الدولة المصرية فيما يخص تعديل الخطاب الديني، فيما يخص العمل على توحيد الجهود المصرية، فيما يخص العمل على ثقافة الشعب المصري لحقيقة الردع على الإرهاب، لأن الإرهاب يعني لا يرد عن طريق العمليات العسكرية فقط، وإنما هي استراتيجية شاملة تعمل عليها الدولة المصرية. أرجع لحضرتك فيما يخص هشام عشماوي، يعني هشام عشماوي يعني هو يعني أسس طبعا تنظيم المرابطين وقام بأكثر من 17 عملية في الداخل المصري، ولكن العلاقات المصرية الليبية القوية، العلاقات المصرية مع المشير خليفة حفتر، أعتقد أنه ساعدت بشكل كبير الجانب المصري فيما يخص هذا الامر. اعتقد انه القبض على هذا الارهابي يعني شديد الخطوره سيكشف يعني عن جماعات ارهابيه وجماعات متطرفه من دول اجنبيه، اعتقد ومخابرات دول اجنبيه كانت تعمل في حقيقه الامر بالتعاون مع هذا الارهابي، وبالتالي اعتقد ان السلطات المصريه ستستفيد كبير من سير التحقيقات لمعرفه مزيد من المعلومات التي سيدلي طبعا بها هذا الارهابي، اعتقد انها ستفيد في التحقيقات، وبالتالي يعني تفيد الجانب المصري والاجهزه الامنيه المصريه في تتبع الجماعات الإرهابية في الداخل المصري سواء حسم أو لواء الثورة التي طبعا أدرجتهم حقا الولايات المتحدة الأمريكية كطبعا يعني تنظيم إرهابي وأدرجتهم جميع طبعا دول منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي هناك علاقات طبعا ما بين الجماعات الإرهابية سواء في الداخل او بقايا، خلينا نتحدث يعني بالاحرى بقايا للجماعات الارهابيه في الداخل المصري وبعض من الجماعات الارهابيه التي طبعا يعني خارج حدود الدوله المصريه، وبالتالي اعتقد انه مكسب كبير للدوله المصريه وضربه قاسمه للجماعات الارهابيه والجماعات المتطرفه في طبعا المنطقه. نعم، اشكرك جزيل الشكر الاستاذ احمد العناني المحلل السياسي. كما